بسم الله. دلوقتي لو انا عايز اشوف خصائص اي حاجه هاجي من بروبرتيس، هتلاقي دي خصائص المشروع. لو انا جيت هنا واخترت اي عنصر هيبدا يجيب لي خصائص العنصر دوت. لو انا دوست عليه مرتين هيبدا يختار لي الشكل كله، فتبدا تظهر خصائص الشكل، ممكن نديله اسم لو انا عايز. دلوقتي لو انا رحت اللاير، تمام، هنا برضو كان مديني خاصيه ان انا احطه على اي لاير، بس ما فيش لسه ليارات. هجي في لاير واقول له اعمل لي لاير 2 3. دلوقتي هعمل ايه؟ لو انا حددت اي شكل وقلت له حط لي الشكل ده على لاير مثلا 3، تمام، او حددت الشكل ده مثلا وقلت له حطه لي على لاير 2، تمام، ودوت حطه على لاير 3، تمام. اول تقدر تظهر وتخفي ببساطة جدا، تمام. دي فكرة الليارات. عايز تلغي أي ليارة اتعلم عليها وتقول له ديليت. بعد كده بقى على سنس، دي عبارة عن ايه؟ اللي هي اللقطات. ممكن اقول له مثلا انا واقف هنا في اللقطة دي، فاقول له خد اللقطة دي. اجي هنا مثلا اقول له خد لقطة كمان، هنا خد لقطة كمان. طيب في اي وقت اقدر اجي وادوس عليها الاقي نفسي رحت للقطة اللي انا عايزها بالشكل دوت. بعد كده ده الفيو ستايل، اقدر اتحكم في الشكل اللي هيظهر لي. اقول له مثلا اعرض لي سيرفيس، اعرض لي امبت شادو زي ما انا عايز، يعني قريب اوي من القايمه اللي موجوده هنا في سيتنج. دي جروبس، اي جروبس انا بعمله بيظهر معايا هنا، اقدر الغيه اتحكم فيه زي ما انا عايز، تمام. بعد كده بروح للداينامو. الداينامو دوت لغه برمجه بس ما بتكتبش حاجات كتيره، هو بيت برمجه. بقدر اديله شويه اوامر بحيث اتحكم في اللي انا عايزه. ممكن اقول له مثلا اتحكم لي في الشكل ده، خليه يكبر ويصغر بسهوله، تمام. وبعد كده ده الليفل، ممكن اقول له ضيف لي ليفل مثلا. الليفل ده هسميه مثلا اي اسم، هديله مثلا زيرو، تمام. بعد كده اقدر اتحكم في الاسم، هخلي ده مثلا 10 مثلا. دي كده تبقى الليفلات بتاعتك، تمام. وتقدر تلغي وتقدر تعدل الرقم في اي وقت، تمام. ده اللايبراري بتاعتي. ممكن احدد اي شكل انا عايزه، اقول له انا عايز الماس بتاعه قد ايه، وابدا احطه بالشكل دوت، تمام. حاول تدور بقى على اشكال